والراصد يرصد لقضايا بوضوح تعرض ومزايا، طرح له مزايا لأعظم القضايا، طرح له مزايا لأعظم القضايا، كأنصع المرايا يقدم الوصايا، يقدم الوصايا كأجمل الهدايا، طرح له مزايا لأعظم القضايا، طرح له مزايا لأعظم. هذا البرنامج برعاية جوال زاد يا نور علم شاع في دنيا العباد، جوال زاد يا سقي خير عم في بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لك اللهم وصلاة وسلاما على أشرف خلقك محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتنا الكرام أينما كنتم، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في لقاء جديد من برنامجكم الراصد، والذي نرحب فيه بضيف فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد المشرف على مجموعة مواقع إسلام دوت دبليو إس وجوال زاد، فباسمي وباسمكم نرحب به، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. مرحبا بكم ومرحبا بالجميع في هذا اللقاء. استكمالا لحديثنا حول موضوع العلاقة بين الإخوة والأخوات، ولأنه ربما أصابها شيء من الشجار بين الإخوة، فما هو الموقف من ذلك؟ وما هي الآثار المترتبة على الخلافات بين الإخوة والأخوات؟ وقضايا أخرى أيضا نناقشها في ثنايا هذه الحلقة مع ضيفنا بحول الله تعالى. فضيلة الشيخ محمد، يعني في عصرنا الحالي وفي ظل هذه الضغوط التي أصبحت تثقل كاهل الإخوة وأيضا الأخوات على جانب آخر، العلاقة الآن أصبحت بين الإخوة والأخوات يعني يمارس عليها بعض الضغوط المعيشية إن صح التعبير، تغير النفوس من جراء ذلك، هل هذا كان سببا في يعني تأثير على العلاقة بين الإخوة والأخوات؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، ستبقى العلاقة بين الإخوة والأخوات قضية رحم من الثوابت الشرعية أمر الله بها ولا يمكن تساؤل فيها. هذه العلاقة الرحمية الجميلة، العلاقة القربة، علاقة الوشائج، علاقة البيت الواحد والرحم الواحد الذي خرج منه هؤلاء، وسواء كانوا من أشقاء أو من أبو من أب أو من أم، لهم نصيب في الميراث ولهم في الشريعة المنزلة العظيمة. والإخوة والأخوات في على مدار التاريخ يعني في هذه البشرية لهم شأن كبير في علاقتهم مع بعضهم البعض، لكن نجد في هذا الزمان أولا طغيان الحياة المادية، ففرقت الحياة المادية بين كثير من الإخوة والأخوات. اثنين، الحياة هذه صارت تبعد الناس عن بعضهم، فيتزوجها شخص يأخذها إلى مكان بعيد، آخر ينتقل عمله مثلا كذلك، هذا يسافر في بعثة الخارج، هذا نقلت وظيفة من بلد إلى بلد، فتتنازعهم ظروف الحياة. كذلك هناك مطالب مالية وأشياء مادية فرقت نفسيا بين بعض الإخوة والأخوات، بالإضافة إلى قضية يعني قد يكون إساءة من شخص ما، سوء تربية من الأبوين، تقصير، إهمال، سحر عين، أشياء تتعلق بالكيد، الحسد مثلا، فرق بين إخوة يوسف ما فرق بينهم، والشيطان نزغ بيني وبين إخوتي. المشكلة شيخ محمد أن يعني أحيانا تحصل مثل هذه المواقف،
يعني ربما يكون الرجل يعني وصل حق إخوته ويعني أدى حقوقهم، ولكن لسبب أنه مثلا اغتنى أو رقي إلى وظيفة في مستوى عالي سبب ذلك في نفسه يعني تغير تجاه إخوته، هل هذا يسوغ أن تفسد مثل هذه العلاقة أو يصيبها شيء من الخلل والنقص؟ طبعا هذا لا يسوغ، هذا لا يسوغ، ولا بد من معالجات. نعم، تحدثنا سابقا كيف يجب أن تكون العلاقة محبة، شوق، مساهمات في الخير، تعاون على البر والتقوى، تقارب، تزاور، تناصح، تعاون، قضية تعليم، تربية، تأديب، واجب الأخ الأكبر، الأصغر، الأخت الكبرى، مسألة القيام بالحقوق الاجتماعية تجاه بعضهم البعض، والدور هذا في التزويج والرعاية وما بعد الزواج، والأخت الكبرى والتربية والإعانة، في قضايا كثيرة إيجابية تحدثنا عنها. عملية تغير النفوس بين بعض الإخوة والأخوات نتيجة تغير أحوالهم مثلا ينتج عنها أحيانا قطيعة رحم، هجر، أحيانا يختلفون على قضية ميراث مثلا، شجار وتحاسد أحيانا بسبب زوجات الإخوة مثلا، تغير نفوس بعض الإخوة لتغير الأحوال يحصل به أحيانا تقاطع، تهاجر، أحيانا تقاطع لكن غير مقصود، لكن ما يرى بعضهم بعض إلا في السنة مرة. التغير الوظيفي، الترقية مثلا، ما يفتح الله به على بعضهم من أموال، قد يكون هذا المغتني يتفاخر ويتعالى على إخوته يتكبر، وقد يكون هم يحسدونه على ما أتاه الله من فضله. والإنسان بطبعه كما قال الله: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. هناك مثلا بنات في أسرة واحدة، هذه تزوجها غني، هذه تزوجها متوسط، هذه تزوجها ضيق ذات اليد أو أصابته خسارة، هذه تزوجها رجل من عائلة مترفة فأخذوها ودخلت في العائلة الجديدة ونسيت إخوتها وأبويها وهجرتهم ترفعت عليهم. طيب، هل جزاء الإحسان إلا إحسان؟ أنت ما تربيت ببيت واحد أصلا؟ فمن الوفاء أن لا تتغير الحال وأن يبقى التواضع، ومهما ارتفع شأن الإنسان واتسعت ولايته وعظم جاهه فإن الطبع المسلم ليس لئيما. إن الكرام إذا ما أيسروا ذكروا من كان يألفهم في المنزل الخشني. وقال حاتم: شربنا بكأس الفقر يوما وبالغنى، وما منهما إلا سقانا به الدهر، فما زادنا بغيا على ذي قرابة غنانا، ولا أزرى بأحسابنا الفقر.